اهلا بكم مشاهدينا الكرام، واولى فقرتنا صحفتنا القوميه. تعرضنا مع حضراتكم ان احنا بنقرا نشطاتنا وموضوعاتنا الرئيسيه، وبنقرا مع حضراتكم ما بين السطور من خالد الصنب الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير اخبار اليوم. استاذ رفعت اهلا بيك معانا. اهلا يا استاذ محمد، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ انور. صباح النور يا صباح استاذ رفعت، اهلا اهلا بيك. بحضرتك. ابتدي بتصريح الرئيس خلال اجتماع مع مستشار الامن القومي الامريكي: مصر لن تقبل المساس بمصالحها المائية. الرئيس تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من اجل الاستقرار بالشرق الاوسط. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة استمرار لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدى أكثر من 4 عقود، ولا سيما على الصعيدين الأمني والعسكري، وهي شراكة التي طالما أسهمت في جهود الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط مقابل ما يشهده من توتر واضطراب. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس جيك سولفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل. اللقاء ده غاية في الأهمية، هو أول لقاء لمستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط، وهو في خلال أو من خلال زيارته لأكثر من دولة في المنطقة، فله أهمية استراتيجية كبيرة. وتصريح سيادة الرئيس، وخاصة مع وجود المستشار الأمني القومي، يمثل يعني تحرك غير مسبوق، أو يعني بيمثل رسالة المفروض إنها توصل لإثيوبيا ولعلها ترتدع. رئيس يعني. أستاذ محمد، زي ما أنت أشرت دلوقتي، الزيارة دي مهمة جدا في هذا التوقيت بالذات، ومن خلال مستشار الأمن القومي الأمريكي اللي بيعبر عن وجهة نظر القيادة الأمريكية تجاه الملفات اللي ناقشها مستشار الأمن القومي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي 4 ملفات رئيسية وحساسة جدا. الملف الأول سواء طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، ودي كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنها علاقات استراتيجية ووثيقة جدا ما بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك شراكة كبيرة ما بين الدولتين، بصرف النظر عن وجهة نظر البعض أن مصر انفتحت على كثير من دول العالم، وهذا حقها تماما، لكن هذا لا يقلل من قوة العلاقات المصرية الأمريكية. الملف الثاني اللي بحثه مستشار الأمن القومي الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف ليبيا والانتخابات الليبية المزمع إقامتها إن شاء الله، وإنها تتم في نهاية في شهر ديسمبر القادم، واتفاق الطرفين المصري والأمريكي على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، وأن الملف السياسي الليبي هو الذي يجب أن يتم العمل على نجاحه، وتشكيل حكومة ليبية مع الانتخابات اللي هتتم في ليبيا، سواء كانت انتخابات بالنسبة لرئاسة الدولة أو بالنسبة للبرلمان. الملف الثالث وهو الملف الفلسطيني، وهنا ما تكون الولايات المتحدة تبدأ في بحث هذا الملف وتدعيم التوجه إلى عودة المباحثات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مباحثات السلام لإنهاء هذه المشكلة والدخول فيها بقوة وبجدية. أعتقد هذا يعبر عن توجه الولايات المتحدة الأمريكية وإيمانها بضرورة حل هذه المعضلة بإقامة دولتين متجاورتين ودولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في عام 67، لأن حل الدولتين هو الحل الأمثل لهذه المشكلة الشائكة. الملف الرابع وهو موضوع سد النهضة، وكان هنا رأي المستشار الأمن القومي الأمريكي والذي يعبر عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية تقدير أمريكا لحق مصر في مياه النيل وحصتها دون أي ضرر، وإن لابد أن يتم حسم هذا الملف بما لا يضر أي طرف من الأطراف. أعتقد أن هذه الزيارة
بتعطي كما أشرت حضرتك دلالات معينة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الملفات الأربعة، واللي استوضحت فيها أيضا وتأكدت من موقف مصر أيضا ورؤيتها في هذه الملفات، والذي حدث توافق كبير جدا في الرؤى ما بين الطرفين المصري والأمريكي في هذه المباحثات التي تمت ما بين رئيس عبد الفتاح السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي. تمام، هروح مع حضرتك للجمهورية. مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء توجيهات رئاسية بتنظيم عام دراسي آمن للطلاب والمعلمين، التنسيق بين الأجهزة الدولة لاستكمال إزالة التعديات على المجاري المائية. الحكومة توافق على تعديل قانوني المرور والطفل للترخيص بقيادة الدراجات الآلية، وعام دراسي جديد على الأبواب، وهناك اهتمام كبير من الدولة بتطعيم كافة أعضاء العملية التعليمية أو القائمين على العملية التعليمية، سواء مدرسين أو عاملين وموظفين في المنشآت التعليمية. تعليق حضرتك كمان. يمكن أهم 3 موضوعات يا أستاذ نوال اللي يهموا المشاهد الكريم في هذا الموضوع، هو موضوع العام الدراسي والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبع، والاطمئنان أولياء الأمور والطلاب إلى بدء عام دراسي حضوري وجها لوجه بعد مرور 2 سنين. للأسف إحنا اضطرينا نحن وكل دول العالم تعليم عن إلى بعد. اللجوء ما يسمى بالتعليم عن بعد أو التعليم الهجين، واللي للأسف لم يكن أدى نتيجة مرضية مرضى عنها جميع في عملية التعليم الجيد بالنسبة للطلاب، لكن الضرورات فرضت علينا ذلك مثل بقية دول العالم يعني. لكن العالم أيضا ونحن معه بدأنا نقرر أن لابد من عودة الدراسة فيس تو فيس أو وجها لوجه وحضورية كما كانت قبل جائحة كورونا، حتى لا تتأثر العملية التعليمية بالسلب. لكن مع عودة العام الدراسي بهذا الشكل لابد أن نكون مطمئنين لعدم إمكانية إصابة أولادنا أو العاملين في العملية التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، ومن هنا كان الاشتراط من قبل الدولة أن لابد أي إداري أو أي معلم في المدارس لابد يكون مطعم ولا يسمح له بدخول المدرسة إلا إذا كان حاصل على التطعيم. الطلاب والتلاميذ نظرا لأنهم سن أقل من 18 سنة وطبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية فما أجازوش عملية التطعيم، لكن في النسبة للجامعات جميع الطلاب وجميع أعضاء التدريس وجميع العاملين لابد أن يحصلوا على التطعيم. وهنا التطعيم كما قلت مرارا وتكرارا وقال مثل المتخصصون، التطعيم لا يمنع عملية الإصابة بنسبة 100%، لكن يقلل الآثار الجانبية إذا حدثت إصابة بشكل لا يجعل الإنسان أن يدخل المستشفى ولا يكون التأثير سلبي كبير عليه. وبالتالي لابد أن يكون التطعيم وسيلة لمواجهة هذه الجائحة التي لم تنتهي حتى الآن على مستوى العالم كله، وفي نفس التوقيت لابد من المحافظة على أو اتباع أو تطبيق الإجراءات الاحترازية برضو لتقليل عملية الإصابة بنسبة أكبر حتى تكون الإصابة في أضيق الحدود ويكون عام دراسي مستقر ويبدأ يكون مطمئن أولياء الأمور والطلاب، ونقلل حجم الإصابة على المستوى القومي كله. لأن حضرتك تخيلي مثلا ما يكون طالب ولا مدرس وأصيب سبب، لأن دي تجمعات بشرية كبيرة سواء بالنسبة للجامعات أو المدارس، وعاد الشخص اللي ما كانش مطعم ده إلى منزله هيصيب أقرب الناس ليه، وبالتالي هنا لما يكون واخد التطعيم وبالتالي لا يصاب فبيحمي نفسه ويحمي أقرب الناس ليه ويحمي المجتمع أيضا من عملية الإصابة. صحيح. استكمالا نفس الموضوع، جريدة الأخبار الصفحة 3، وصول أولى شحنات لقاح فايزر خلال ساعات والتفاوض على تصنيعه محليا. الحكومة 3 ملايين جرعة يوميا الطاقة المستهدفة لفيكسر أكتوبر. هذا زايد وزيرة الصحة حاليا في ألمانيا لإجراء مباحثات مع شركة بيوتينيك الألمانية حول إمكانية تصنيع لقاح فايزر في مصر خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات مع شركة موديرنا لإمكانية تصنيع لقاح في مصر أيضا.
أعلنت وزيرة الصحة استقبال 4,424,000 و400 قرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية أمس بمطار القاهرة الدولي. من الملاحظ أن المراكز الطبية دائما بيخلص فيها اللقاح الصيني قبل اللقاح الألماني أو حتى البريطاني. سيادتك شايف التجاوب الحادث ما بين أفراد الشعب لتلقي اللقاح كيف هو؟ لا، تجاوب كبير جدا استاذ محمد، واعتقد احنا شفنا المراكز التطعيم على مستوى الجمهوريه وعمليه الاقبال بعد ان اقتنع كل المواطنين في مصر على اهميه الحصول على اللقاح، خاصه مع الموجه الرابعه من الاصابه المعروفه باسم دلتا، واللي يمكن تاثيرها واعراضها تختلف عن الموجات الثلاث السابقه، وقد يكون تاثيرها اشد. نسبه الوفاه قد تكون اقل، لكن الناس عشان ما تتأثرش بالآثار الجانبية لهذه بدأت تتجه إلى أخذ اللقاح. إنما الدولة يا أستاذ محمد عندما تقرر إن ما فيش مدرس ولا إداري يخش المدرسة إلا إذا كان متطعم، ولا طالب ولا مدرس ولا أستاذ جامعة ولا إداري يخش الجامعة إلا إذا كان متطعم، ولا أي حد في الجهاز الحكومي يدخل الوزارة بتاعته إلا إذا كان متطعم، هنا الدولة ما تقرر كده مش لابد تكون مستعدة بكميات كبيرة من الطعوم على المستوى القومي؟ هذا هو الصحيح وهذا هو الواقع، والدولة ما خدتش هذا القرار إلا بعد أن أصبحت كل أنواع الطعوم متوفرة بشكل كبير جدا على المستوى القومي لتطعيم كل من يتقدم لعملية التطعيم. إذن هنا المواطن أيا كان نوعه وشخصه وسنه ما عندوش حجة ان هو ما يتجهش الى عملية حماية لنفسي وحماية لأقرب الناس لي وحماية للآخرين. هنا الدولة بدأت انتاج محلي لبعض الطعوم، نمرة 2 توفير كل الطعوم الاخرى واستيرادها من الخارج، نمرة 3 بدء التفكير والاتفاق مع الشركات المنتجة للطعوم التانية غير الطعوم الصينية، الطعم الصيني، انها تصنعها ايضا محليا نعم. لتكفي الاستهلاك او الاستخدام المحلي والتصدير لاسواق افريقيا ايضا، وهذا ما نجحت فيه مصر بشكل كبير جدا. نعم، هروح مع حضرتك لجريدة الأهرام. معاية 14.6 مليار جنيه زيادة للتعليم قبل الجامعي و17 مليار للصحة. أطلقت وزارة المالية الإصدار الثامن على التوالي موازنة المواطن للعام المالي 2021-2022 تحت عنوان مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وذلك من محافظة الفيوم. ماذا نعني بموازنة المواطن؟ عندما تهتم الدولة أستاذة نهى بأنها تخصص 14.6 مليار جنيه زيادة للتعليم قبل الجامعي و17 مليار أيضا للصحة، أعتقد هذا يؤكد على أرض الواقع مدى اهتمام الدولة بأهم ملفين يؤثروا في تقدم الدولة ونموها بشكل كبير جدا، وهو وبنائها أيضا الصحة والتعليم. صحيح. وبالتالي عندما يتم الاهتمام بزيادة مخصصات بهذا الشكل وخاصة للتعليم قبل الجامعي نظرا لكثرة عدد اللي موجودين فيه، واللي بيزيد عن حوالي 22 مليون طالب وتلميذ، وأيضا بالنسبة للصحة لأن الصحة بتهم كل قطاعات المجتمع على مستوى الدولة، فأعتقد هذا يؤكد اهتمام الدولة بهذين الملفين بشكل كبير جدا، لأن بناء أي دولة لابد أن يعتمد على الاهتمام بالتعليم والصحة، وهذا ما تفعله مصر حاليا. محمد. تمام. خبر من الأخبار السعيدة في إقليمنا، إقليم قناة السويس، لكل مصر وكل المصريين. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بيعلن عن أعلى عبور يومي للسفن في تاريخ قناة السويس. صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة أمس سجلت أعلى معدلات عبور يومي للسفن العابرة في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة من الاتجاهين دون انتظار،
بإجمالي حمودات صافية قدرها 4.8 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 38 سفينة بحمولات صافية قدرها 1 مليون طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب المجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن. يعني بس عايز أشير إلى أن المحور الأساسي أو الرئيسي لتقدير رسوم العبور ليس العدد ولكنه الحمولات، فالحمولات ما شاء الله ربنا يبارك فيها. ده كان خلال لقاء سيادة رئيس الهيئة مع السفير اليوناني بالقاهرة، وسيادة الفريق ربيع أكد عن تقدير العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليونان، مشددا على اعتزاز هيئة السويس بدور المرشدين والعاملين اليونانيين ورفضهم التخلي عن مواقعهم عقب تأمين قناة السويس. تعليق سيادة. طبعا دي شهادة نعتز بها أستاذ محمد، عندما تحقق قناة السويس أعلى معدل عبور يومي بالعدد زي ما حضرتك أشرت 87 سفينة، وده بيؤكد ثقة العالم كله والشركات الملاحية في مدى قدرة هذا الممر الحيوي الملاحي العالمي لاستيعاب أكبر أي أو أي عدد من السفن من الممكن أن تعبر فيه، سواء في القوافل المتجهة من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى الأمان في عملية العبور وبشكل كبير جدا، ومع استمرار جهود مصر دائما خلال الفترة الأخيرة بزيادة القدرة العددية والاستيعابية لقناة السويس، بخاصة مشروع قناة السويس الجديدة المزدوج، ده حل مشكلة كبيرة جدا وقلل زمن الرحلة من الجنوب للشمال أو من الشمال للجنوب، وبالتالي هنا بدأ زيادة الاهتمام بقناة السويس. وزي ما حضرتك أشرت، هنا مش قضية عدد سفن بس، لا ده كميات حمولة بدأت تزيد إلى أن وصلت إلى حوالي 4.8 مليون طن. اللي يبان كمان من خلال عدد السفن، لما حضرتك أشرت إن السفن العابرة من اتجاه الشمال للجنوب 38 سفينة، لكن من الجنوب للشمال 49 سفينة، لأن دي هي المحملة بالمنتجات البترولية وغير البترولية وخلافه، متجهة إلى أوروبا وشمال البحر المتوسط وأيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد أن قناة السويس فعلا أصبح شريان حيوي جدا للتجارة العالمية. هروح مع حضرتك للأخبار الصفحة 10. أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء عربيا، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أمس نجلاء بودن بتشكيل حكومة في أقرب وقت لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الوطن العربي. تغيرات سريعة في تونس، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لتونس في ما يتم على أرضه. طبعا يا رئيسة الوزراء الجديدة السيدة نجلاء بودن يعني لها مكانة مميزة في تونس، وفي هي تعمل بقطاع التعليم العالي وفي مجال الجودة أيضا، وهي من مواليد يعني عندها يعني تبلغ من مواليد 1958. 58، يعني عندها حوالي 63 سنة، وهي أصلا من ولاية القيروان، وأعتقد أن قرار تعيينها رئيس الوزراء زي ما حضرتك أشرت كأول رئيسة وزراء في العالم العربي في دولة كان تيار الإخوان فيها بسم الله ما شاء الله ضد عمل المرأة وضد حركة المرأة وضد والذكورية في مفهوم من يعتنقون هذه التوجهات في تونس، عندما يقدم رئيس الدولة في هذا القرار أعتقد له مغزى كبير جدا أو توجهات كثيرة جدا ستحول مجرى الحياة السياسية في تونس إلى نوع من العقلانية والانفتاح والاستقرار، وأعتقد هو لطمة على وجهة نظر المتشددين فكريا في تونس، لأن لا فرق ما بين الرجل والمرأة في أمور الحياة، سواء في أمور الحياة الأسرية أو أمور الحياة العامة في الدولة،
لا تقل كفاءة عن الرجل إذا أعطيت الفرصة وكانت مؤهلة لذلك. وخاصة حاسة بالتداول إن ما عندهاش انتماء سياسي واضح. خالص بالضبط. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا على قراءتك لأهم الأخبار شكرا ليك يا معانا أستاذ أستاذ رفعت. رفعت، شكرا ودايما أستاذ محمد، نتواصل مع الله حضرتك. يخليك. شكرا أستاذ أنور، شكرا. شكرا أستاذ محمد.